البحر مزيان، بنادم كيجي لهنايا كيرتاح شويه، كيبدل الجو، والجو زوين هنايا، والناس كاين فين تريح، كاين فين قهوي، فين تريح، كاين فين تحرك، اللي بغى يتمشى، اللي بغى يدير سبور، زعما الجو زوين. هو صراحه اللي تبدل شويه، كاين دابا كاينين باراسولات، انا شايف بلايص بزاف هنايا ولاو دايرين باراسولات وكراسه وبلاصه نقيه زعما فين تجلس. بارابور شحال هادي كان داكشي مخربق مخرمز، دابا كاين فين تريح، كاين بلايص ديال العائلات وداكشي مزيان، كاين شويه النقا. هو اهم حاجه يكون النقا، فهمتي، يكونوا الطروات ديال الزبل يكونوا قراب لبعضياتهم، حيت بعض المرات كتكون عندك شي حاجه بغيت تلوحها، ما كانش خصك تسافر باش تمشي تلوح الزبل. من بين الحوايج هما هادو، حتى الناس عاوتاني يحافظوا على سميتو ديال النظافه ديال البحر، وحتى الممتلكات ديال الدوله اللي والتجهيزات اللي بحال دابا انا شايف سميتو ديال السبور، كاين بنادم هنايا كيدير سبور، وكاين حوايج اللي الوسائل ديال السبور كاينين مزيان هنايا، وكاين الناس عاوتاني خاصهم يحافظوا عليهم، ما يهرسوهمش ولا داكشي، يعاونوا شويه. صراحه حنا بعدا ولاد اكادير، انا بعدا ولاد اكادير، هاد ولاد كازا، جينا عين دياب، عمر تبارك الله، صراحه عجبتني، انا عجبني الحال هنا، جينا طلعنا الكورنيش، الحمد لله كاين زعما البلايص فين تقدر تريني وفين تقدر انك تبني فورماتاك، الحمد لله. دونك فرحان انا حيت جيت اليوم لعين دياب، انا بعدا ماشي ولد كازا، اول مره غادي نجي لعين دياب، عجبني الحال، دري حتى هما كنتريني وكذا، كيف جاكم الحال؟ عجبكم؟ صراحه والله تبارك الله ما شاء الله، كش جميل. زعما البخوره تاع كازا احسن من تاع اكادير؟ لا، دي ما غاديش تقارن بيناتهم، كازا ما نقولش لك، اكادير بغيتي السورف غتمشي لتاغازو، كاين ايموا الدار، كاين البحر تاع اكادير كتلقى زربيه، فهمتي؟ زعما كاين تنوع ما بين البحورات، تبغي البحر اللي بغيتي غادي تمشي. انا كازا نقدر نقول لك بان لي البحر هايج واحد شويه وبارد بزاف، المهم كتهوم واحد شويه كتعيا، كتبي تخرج صافي كيخرك البرد صراحه. المهم مقارنه شويه ماشي هي هذيك صراحه. جيت اول حاجه جيت تلاقيت مع الدراري، ترينا شويه، درنا شويه البارا، شويه تراكسيو، طلعنا شويه الباب، هبطنا عمنا، جينا من عمنا راه كان البرد شويه زوين، زينا دوشنا، كاين الدوش داروا لنا دوشنا مزيان، درنا الدوش دوشنا صافي، كلينا شويه داكشي اللي قسم الله من مرور طريمه صافي، الاجواء ديال هكا بحال هكا، هذا هو الروتين ديالنا وصافي. تقاد شحال تقاد بزاف ولا واعر ولا من احسن البحور اللي ولاو في كازا حاليا، ولا مزيان حتى هو، والسكر السياح ولاو كيجيو لي السياح، ولاو كيجيو لي السياح بزاف فهمتي، و صافي هادشي اللي غنقول لك. في العشيه، في العشيه كيكون عامر بزاف، في العشيه كيكون بزاف، خصوصا السبت والحد ما تلقاش بلاصه، ما تدورش كاع كره، ما تقدرش تلعب هزه، ما تلعبش هزه هنايا كاع، كاين تبارك الله، كاين اقبال كبير، كاين ما خصهمش يبقاو يديروا الزيوفه الباراسولات، كيبقاو يديروا الزيوفه، والناس اللي كتاكل كتخلي الزبل، ما راه حشومه هادشي، راه مضر، كتعداو على الناس ويتعداو حتى على البحر، وسميتو الحوت حتى هو راه فهمتي، ملي غبدا يلوح بنادم الزبل راه الحوت حتى هو راه كيتضر، وهادشي اللي كاين. جينا نتبحروا في بورتريز في عين دياب، صراحه الجو زوين، الجو ديال البحر فهمتيني، الصهد وداك الشيء، جينا نتبحروا مادام انها العطله الصيف وداك الشيء، يعني جينا نتبحروا انا والدراري، جايين نتبحروا الصيف فهمتيني عادي. البحر ديال عين دياب كيجيني زوين، اما هو اذا كان بنادم تهلا في البحر هذاك الشيء احسن، كلما كان بنادم كان كيجي كثر. كاينه الصراحه، كاينه النظافه في البحر كامل. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.